الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في الكبسولة رقم 3. احنا النهاردة هنتكلم عن الترتيب. يعني ايه الترتيب؟ يعني المفروض كل طلمبة الحاجات اللي بتركب بعديها ليها ترتيب، واحنا هنقول أول حاجة في الترتيب هو المسلوب. زي ما انتم شايفين كده، احنا قدامنا هنا ايه؟ قدامنا الطلمبة دي، وهي ايه، في خط السحب بتاعها وخط الطرد، وزي ما انتم شايفين كده ان خط السحب طويل جدا وتسحب من بياره، وخط الطرد اهو فيها المحبس اللي ايه اللي في الاخر، واخدين بالكم؟ طيب التركيب المفروض ازاي؟ المفروض اول حاجه بعد الترومبه بيكون المسلوب اللي بيزود القطر وبالتالي بتقلل السرعه. بصوا يا جماعه، شوف هي راكبه ازاي اهو. زي ما انتم شايفين الطرمبة، وادي خط السحب، وادي خط الطرد، وادي محبس عدم الربوع. لكن خد بالك بقى، الكوع بعد الطرمبة وبعدين حاطين محبس عدم الرجوع وبعدين مسلوب، يعني السرعة اللي في الفلانشة هنا، السرعة العالية جدا دي هي اللي هتكون السرعة في محبس عدم الرجوع، وبعد كده يبتدي السرعة تقل. الكلام ده طبعا على طول تتوقع ان هيحصل بعد كده نحر في المكان اللي فيه السرعة العالية، يعني في محبس عدم الرجوع، ولو كان محبس عادي أو أيا كان، يعني طالما قبل المسلوب هتكون السرعة عالية، تبقى 4 أو 5 أو 6، سرعة عالية جدا، وبالتالي يحصل نقر زي ما إيه حضراتكم شايفين في المنظر ده. ده برضو محبس كان معمول راكب قبل المسلوب. طبعا الفكرة كلها إن اللي بيجي يركب يقول إيه، أنا بدل ما نركب محبس مثلا 600 هركب محبس 400، فيبقى ارخص ويبقى اسهل بتاعه، وبعدين نبقى نعمل مسلوب بعد كده، ويبقى انا كده وفرت ايه محبس، او وفرت، او مثلا ده مش موجود او مش متاح. الكلام ده غلط، تركيبات خاطئه، ودي اللي احنا عايزين نقوله في الكبسوله بتاعتنا النهارده. بشكركم شكرا جزيلا، واشوف وشكم بخير ان شاء الله في كبسوله جديده، وتمنياتي لكم بالتوفيق.